الصحابه الكرام اجمعين وللتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، حديثنا في خلال هذه الجمعه الطيبه المباركه يكون عن المعيه او معيه الله، وماهيه المعيه وما انواعها، كذلك وما اثرها وما يعود على الفرد والمجتمع منها، وماذا علينا ان نفعل حتى نكون في معيه الله. بدايه، المعيه هي من حرفين الا وهما الميم والعين. كلمه مع تدل على المعيه، والمعيه هي ملازمه الشيء للاخر او ملازمه الامر للامر وعدم تركه، وهو شيء كظل لا يتركه ولا يخبو عنه. فالمعيه من الله جل وعلا للخلق تختلف عن معيه الخلق للخلق. فمعيه الخلق للخلق هو الا يتركه جسديا او حسيا، اما معيه الله لعباده هي ان يجعلهم تحت كنفه ويعلم بعلمه ما يدور في هذا الكون. فالمعية تنقسم إلى نوعين، معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي إحاطة المولى جل وعلا وعلمه ومعرفته بالأمور كلها، إحاطة المولى جل وعلا ومعرفته وعلمه بالأمور كلها، حيث يقول رب العزة جل وعلا في كتاب العزيز: إن الله كان بما يعملون محيطا. إذن علم الله جل وعلا يسبق كل شيء. كيف يكون ذلك؟ هذا ما سنعرفه من الآيات الكريمات، حيث يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. سبحانه يعلم ما يلج في الأرض، كل ما ينزل إلى الأرض، سواء كان قطر أو أي شيء، أو ما يسقط من ورقة، أو ما يسقط من شيء على ظهر الأرض، إلا والمولى جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. أي شيء يخرج من الأرض، أي نبات أو زرع أو ثمار أو أي شيء يخرج من الأرض إلى السماء، يعلمه المولى جل وعلا. يبقى لا تخفى عليه خافية، لا شيء ينزل إلى الأرض ولا شيء يصعد من الأرض، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أي شيء ينزل من السماء، علم من الله جل وعلا، حكمة من الله، ماء المطر، ماء أي شيء ينزل من السماء يعلمه المولى جل وعلا من أين وإلى أين واستقر في أين. يبقى هنا معرفة الله جل وعلا وعلمه بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي ما يصعد من الأرض إلى السماء، أعمال العباد وغير ذلك وغير وغير، كل ما يخرج من الأرض إلى السماء يعلمه الله. إذن معية الله هي العلم، أو المعية الكبرى أو العامة، علم الله بكل شيء. يبقى علم ربنا، يبقى عالم بكل شيء، يبقى مع كل شيء، وليس كمثله شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى بدأت الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وانتهت الآية كذلك بعلم الله جل وعلا. ربنا عالم بكل شيء، بدأت بعلم الله وانتهت بعلم الله، وفي وسط الآية علم الله بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
يعلم السر وما أخفى من السر، ويعلم الجهر وما أخفى، وما يخفى عن الجهر. السر هو أن تسر في نفسك شيء لا يعلمه أحد، وأما الأخفى من السر هو ما يجول على خاطرك ولم يخرج منك، يعني أي حاجة جت على خاطرك كده ربنا يعلمها، خلاص عملتها ما عملتها خلاص هي جت على خاطرك ربنا يعلمها. يبقى الأخفى من السر هو ما يأتي على خاطرك فقط، والأخفى من الجهر ما لم تخرجه، وإذا كان هناك لغط في الكلام يعلمه الله، وإذا كان الكلام كثير من مجموعة يعلم المولى جل وعلا ما يخرج من كل إنسان. يبقى الجهر يعلمه وما يخفى في داخل الجهر يعلمه. يبقى معية الله العامة هي اطلاعه ومعرفته وإحاطته بكل شيء. ومن هنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني أو إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيره. يبقى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه. شوف المعية هنا، ربنا بيقول أنا مع مين؟ مع العبد الطائع الذاكر لي. إن ذكرت ربك كنت في معية الله، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. شوف ربنا سبحانه وتعالى معية ربنا مع العبد إزاي، بيكون معاك، بيكون لا تخفى عنه لحظة طرفة عين، أنا مع العبد الذاكر. يبقى إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه في سره ربنا بيذكره في السر معاه، في ملأ من الناس ربنا بيذكره في ملأ من الملائكة خير من الناس. إن أتى إلى المولى بالطاعة يسعى على القدمين، يهرول علم الله وقدرته والطاعة والمحبة إلى العبد هرولة. شوف ربنا بيقول له تعالى، إن جيتني ماشي أنا هبعت لك كل الخيرات بسرعة. فمعية الله إنك تعيش تحت كنف الله، إن أنت تضع في قلبك أن الله ناظر إليك وشاهد عليك ومطلع على سرائرك. فإن أحسست بهذا الإحساس عشت في معية الله خلاص. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خو أمنين ولا أجمع عليه خوفا، فإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإن أخافني أو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة أو في الآخرة. يبقى ربنا بيقسم بالعزة والجلال له سبحانه، لا يجمع في قلب العبد خوفين ولا أمنين. ما فيش واحد قلبه مليان بالخوف والتاني مليان قلبه بالإيمان، لا، اللي من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، من أمن العقاب ساء الأدب، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يبقى إذا خفت من ربنا واتجيت ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيؤمنك يوم القيامة. إنما لو عشت في لغط الدنيا وفي الهوى ومع الشيطان ومع النفس وملذات الحياة ونسيت المولى جل وعلا، انت عشت في امان، هتعيش في خوف يوم القيامه. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. يبقى الكيس الفطن الذكي اللي عارف حدوده، اللي هو بيتجه ربنا بيخاف من ربنا ويعمل ده، بيقول لك بكره وبعده في موت، في حساب وفي قبر وفي ظلمة في القبر وفيه وفيه وفيه، هعمل. من دان نفسه، قعد مع نفسه يأنبها ويعز، يعني عملت كده ليه؟ بغيت على فلان ليه؟ ما اتجهتيش ربنا ليه؟ ليه ما صليتيش الفجر في المسجد؟ ليه؟ ايه اللي حاشك؟ ليه ما تصليش الفرائض في المسجد؟ فيه ايه؟ ليه ما تصليش كل فرض في ميعاده؟ ايه اللي حصل؟ ليه طب ظلمت فلان ليه؟ عملت كده مع بنتك ليه؟ انت عملت كده مع مراتك؟
كل تلاقي النفس من دانا نفسه على طول في تأنيب للنفس. أنا عملت كده ليه؟ ده الكيس الذكي الفطري اللي بيتقي ربنا. إنما التاني اللي هو باع الآخرة وباع الدين وباع كذا وباع كذا واشترى الدنيا خلاص، وعلى كل ده بيتمنى على الله يقول لك أنا إن شاء الله أدخل الجنة. طب أنت عملت إيه للجنة؟ عملت إيه؟ ما عملش حاجة، لكن أتبع نفسه وهواه، مش ورا هوى النفس والشيطان، واتبع الهوى ده كله وقعد يتمنى على ربنا. لا، ذاكرت هتنجح، ما ذاكرتش خلاص هترشد في آخر العام، ما قدمتش. ولذلك المعية العامة دي علشان نعيش تحتها وفيها يجب ان احنا نكون مراقبين للاعمال وربنا مراقب علينا، نحس بان ربنا رقيب علينا، نحس ان ربنا محيط بما نحن فيه. لازم كل واحد يعقل ان ربنا شايفه. انا في السر بعمل ده، طب ما ربنا شايفني. انا قفلت الباب على نفسي وبعمل كذا وكذا، ما ربنا شايفني. اختليت بنفسي وقعدت اعمل خطأ، ما هو ربنا شايفني. لو انا في يقين ان ربنا شايفني مش هعمل الغلط ده. أما المعية الخاصة فهي توفيق المولى جل وعلا ونصرته لأوليائه وأنبيائه وللصالحين. لأن ربنا بيبقى مع مين؟ بيبقى مع النبي، مع الولي، مع التقي، مع الصالح. هو ده اللي ربنا بيبقى معاه على طول بعلمه وحكمته وقدرته، لا يفارقه. سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. ده ربنا معايا هيهدين، ما تخافوش. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. قاعد ربنا يسرد الآيات، إنني معكما أسمع وأرى. قدرته وليس كمثله شيء، معاكم. إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معية ربنا الصالحين الأنبياء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربنا مع مين؟ ما بيسيبش، هسيبهم ليه؟ ما دامت هم دوروا بحثوا عن كنف الله وكيف يعيشوا تحت رعاية الله، ربنا قال لهم تعالوا اللي انت عاوزينه هديهولكم. نصر هديكم نصر، خير ورزق هديكم الرزق اللي انتوا عايزينه، علو ومكانه هديكم المكانه اللي انتوا عايزينها، الدنيا هديها لكم برضه، لان هم طلبوا من ربنا فقال له هديكم، عايزين الدنيا خدوها برضه والاخره خدوها برضه، لان هم عارفين حدودهم في الدنيا ايه. فربنا سبحانه وتعالى بيعطي من يسعى إلى معيته، إن يعيش تحت كنف المولى سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتقي ربنا في أي وضع، في أي مكان، في أي شيء تعمله اتقي ربنا فيه، خاف من ربنا فيه، اعلم بأن العمر والحياة قصيرة، وأن الحياة الأبدية لا يعلمها إلا الله. كم نعيش من العمر وكم نعيش في باطن الأرض، وما مقدار يوم القيامة، وما مقدار الساعة، وماذا يكون مقدار الجنة أو النار؟ لازم نفكر في دول. ابن عباس ماذا يقول؟ كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ ربنا، خف من ربنا، اتقي ربنا، عيش واعلم بأن الله مطلع على سرائرك، عيش مع ربنا، احفظ الله يحفظك، احفظ مكانتك عند ربنا علشان ربنا يحفظ مكانتك بين الناس وعنده هو. احفظ الله تجد في تجاهك معاك، عرفت بان ربنا ناظر ليك هتلاقيه معاك في كل حاجه ومش هيسيبك. اي خطا هتقع فيه ربنا هينجيك منه،
اي شيء انت مش طاقه ليه ربنا هيديك الطاقه اللي تتحملها وتنتصر عليه. ما دامت انت مع ربنا ما تخافش خلاص. واعلم بان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. لو الناس دي كلها اجتمعوا على ان هم يعملوا لك حاجه تنفعك مش هيقدر يعملوه الا اذا كان ربنا كتبه ليك. ما تزعلش وما تندمش ان ده ما حصلكش اللي انت عاوز ده ما حصلش. ما تزعلش، ما انتش عارف ايه اللي في الغيب، مش عارف ان ربنا مخبي لك ايه. انا كنت عاوز اروح المكان الفلاني بس ما رحتوش، اقعد زعلان ومتضايق. ما المكان ده ما تعرفش كان ايه اللي هيحصل لك فيه. انت ما تعرفش المكان ده كان فيه جدين السيئات ومن ده ومن ده، وكان كانت ممكن حياتك تضيع في المكان ده. فربنا بيختار للانسان الافضل والاحسن. يبقى لو ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. لو اجتمعوا لان هم كلهم جم الناس دي كلها الدنيا كلها دي وقالوا هنعمل كذا في فلان وربنا مش رايد، خلاص مش هيعملوها لك، ما يقدروش يعملوها. لان ربنا ليه رفعت الاقلام، خلاص الاقلام اللي كتبت اعمال العباد اترفعت، الصحف الكلام اللي عليها مش هيتغير، رفعت الاقلام اللي كتبت المقادير والصحف طويت، خلاص اعمالك انتهت، خلاص مكتوب عليك. يبقى مين هيغير فيها؟ خلاص يبقى ربنا كتب لك اعمالك من قبل ان تولد ومن قبل ان تكون نطفه وذره في وانت في عالم الذر. ربنا كتب لك اعمالك كلها وحياتك وعمرك واسمك وشقي ولا سعيد. فما خلاص انت رفعت الاقلام وجفت الصحف. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى عايز الانسان يعيش في معيته، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. شوفوا الناس دي لو جمعت ليكم زي ما تجمع ويمكرون بكم ما يمكرون، زي ما عملت أهل قريش بعد غزوة أحد. وقف أبو سفيان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا مقبلون إليكم العام المقبل في غزوة بدر الصغرى. غزوة بدر كانت قبل أحد، إنما غزوة بدر الصغرى كانت بعد غزوة أحد. فعندما جاء العام المقبل أخذ أبو سفيان رجال من قريش وذهبوا إلى بدر. وقبل أن يصلوا إلى مر الظهران في السعودية الآن، قبل ما يوصلوا المكان ده، ربنا ألقى في قلوبهم الرعب. أبو سفيان قال طب مين يقول لي طب كده يعني هياكلوا بوشي نعيز زي ما بنقول، وهيزعل وهيقول لك ازاي ما جوش وازاي وهينتصر علينا محمد بالكلام، نبلغ مين؟ لجنوا عام ابن مسعود ورحت من الناس قال لهم روحوا قولوا له كذا 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 كذا. وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقالوا لهم خلي بالكم دول قريش مستعدين ليكم وكذا وكذا وكذا، اوعى تروحوا اوعى تروحوا. بعض الناس قعدت والنبي عليه الصلاة والسلام قال سأذهب ولو وحدي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. خايفين منين؟ خايفين من فلان ولا علان ولا ده ولا ده ولا ده؟ خايفين من أسلحة وخايفين من تكنولوجيا معلومات، وخايفين معرفش من تكنولوجيا أسلحة، وخايفين من دول عظمى، خايفين منين؟ ما دامت متكلين على ربنا هنخاف منين؟ ما نخافش من حد أبدا. خلاص عديتوا ما استطعتوا من قوة ومن رباط الخيل، جبتوا الأسباب، يبقى خلوها على الله بقى، ارموها على ربنا، ما تخافوش من حد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، لا فزادهم إيمانا. زادهم إيمان، ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب المؤمنين الخوف منه والقوة على الأعداء، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا ازاي؟ لا هنطلع،
وطلعوا الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا إلى بدر الصغرى ولم يكن هناك قتال. تاني سنة على طول بعد أحد ما كانش في قتال، ورجعوا هم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، كمان تاجروا كسبوا وربحوا ورجعوا كمان، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله رضي الله عن أعمالهم وقدهم ربنا اللي هم عايزين ورجعوا تاني. يبقى طالما قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يا رب أنا عايش في معيتك أنت وبشكلك أنت، يعني يا رب أنا بأطلب منك أنت، نعم الوكيل أنت، حسبي أنت، معيتي تحت ظلالك أنت، أنا عايش تحتك أنت وفي كنفك أنت، وأنت حسبي وناصري. بتقول له حسبي أنت ناصري أنت يا رب، نعم الوكيل، نعم الناصر أنت. قالها إبراهيم حينما ظلم وألقي في النار فنجاه رب العزة جل وعلا، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع الناس له فنصره المولى جل وعلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن من الناس من يدخلون الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير. يا سلام على الكلام الحلو بتاع الحبيب النبي ده عليه الصلاة والسلام، أفئدتهم كأفئدة الطير الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم فعلا بتتكلوا على ربنا وأنكم فعلا عارفين بأن ربنا شاهد عليكم ونظر ليكم ورقبت ربنا في أعمالكم هيرزقكم زي ما الطير كده تطلع من مفيش. بتتعب في ايه الطير ده؟ رزقه مبذور في الارض، منين ما يمشي رزقه قدامه، الرزق مال الارض، ينزل على اي مكان ياكل، مفيش حد بيحاسبه، مفيش حد بيقول ده ملوش حرام. الطير لما ياكل ما تقولش ده كان حرام، لا ده رزق ربنا ليه. وذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لما شبه الأفئدة قال كأفئدة الطير. هناك أناس يدخلون، أقوام يدخلون الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير رقيقة حلوة، متكل على ربنا، رمي الحمول كلها على ربنا، عملت اللي عليها وسابت كل الأمور لله، خلاص رقيقة جدا، قلوب الطير رقيقة جدا، ربنا جعلها خيرها من غير ما تتعب كمان، كل اللي بتعمله بس بتسعى بتلاقي رزقها. لما دام يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم يوم القيامة أو عرض عليه الأمر فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فإذا بي رفع علي سواد فظننت أنها أمتي فقيل لي إنها أمة موسى ولكن انظر إلى الأفق فنظرت إلى الأفق فرأيت سواد عظيم وقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي إنها أمتك ومعهم أو يدخل الجنة معهم 70,000 بغير حساب. يا سلام، أكثر الأمم هتدخل الجنة، أكثر الأمم، أول الأمم هتحاسب، أول الأمم تدخل الجنة وأول الأمم تحاسب وأول الأمم فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وأول الأمم الشهداء بيدخلوا كل واحد دخل 70 يشفع له وأول الأمم النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للعاصين، هو النبي هيشفع للمطيعين، ما المطيعين رايحين الجنة، أول أمة النبي عليه الصلاة والسلام هيشفع للعاصين منها إيه الأمة دي؟ فعلا خير أمة. طب خير أمة عملت إيه؟ سألنا نفسنا عملنا ايه طب عشان ندخل في هذا الفضل العظيم؟ كرهنا بعض، كل واحد بيسعى ان هو يطلع فوق اخوه ينتصر على اخوه، كل واحد فينا عايز يبقى الامر ليه هو، كل واحد فينا عاوز، هي دي خير امه؟ هي دي الامه الخيريه برضو اللي اول اللي النبي عليه الصلاه والسلام هيقف عن يسار العرش مش اليمين، ما هو اليمين رايحين الجنة ده ويقف على الشمال الناس اللي رايح النار يقول لهم تعالوا
يا رب ما يا رب ما لا يعني عاوز بيطلب من ربنا ان هو لا يسيئه في امتي، ما تسونيش في امتي، حتى يقول رب العزة وهبت لك امتك يا محمد فحاسبها انت كما تشاء. ده بيطلب من ربنا لا تسوني في امتي، فيقول رب العزة تركت لك امتك يا محمد فجعلت حسابها بين يديك. فماذا يرد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا رب، اجعل حساب أمتي بين يديك، فأنا عبد أصيب وأخطئ، أما أنت غفار للذنوب. ما كان ممكن يقول له أيوة وكل لي أمر أمتي، قال له لا، أمر أمتي معك أنت برضو، إن أنا ممكن أنا يكون في قلبي شيء من حد، لكن أنت غفور ورحيم. شوفوا حتى الأدب مع ربنا، عايزين نبقى متأدبين زي كده مع ربنا. يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن يقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم يا عكاشة. فقام رجل آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، فقال سبقك بها عكاشة. خلاص عاوزين نبقى 70,000 دول، احنا مش عارف، ممكن نبقى، ما احنا ممكن نبقى منهم، ما دول 70,000 بس مش معروفين مين، هل على عهد النبي او اللي بعديه ولا بقى ولا لسه ما جوش اصلا. 70,000 هيدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب، هيدخل الجنه زي ما احنا بنقول باللغه العاميه حتف كده. طب احنا نعمل اليوم ده علشان ربنا زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام. طب مين هم 70,000 يا رسول الله عشان نشوف انا منهم ولا لا؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى الله يتوكلون. ادي 70,000. لا يتطيرون اي لا يتشائمون. الواحد فينا قبل ما يقول لك انا متشائم منه يا اخي ما اعرفش ليه، يا اخي انا اتشائمت من الموضوع ده. يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اوعى واياكم والطيره، ده حرام. 70,000 دول لا يتطيرون، لا يتشائمون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولو طلبوها ما فيش مشكلة عادي، ما دام رقية إسلامية دينية شرعية ما فيهاش حاجة خالص، دي مباحة. ولا يكتوون زي ما قال حبيب النبي، الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في الرأس في الحجامة وفي البطن العسل وفي القدم الخضاب بالحناء. يعني شفاء أمتي في ثلاث حاجات، إيه هما؟ الرأس الحجامة، البطن أشرب عسل، القدمين أحن القدمين بالحنة بتاعتي أو بالحنة اللي عندي. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال لك أدي شفاء الأمة، ما قالش لكذا ولا كذا ولا ما أعرفش ولا كلام، كلمتين صغيرين خالص. ما لهم يعني لو قعدنا نقيسهم هنلاقي علاج الدنيا كلها في الثلاث كلمات دول. يبقى لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، ولكن إذا كان هناك جرح يطلب فيه الكي يجوز فيه الكي لعلة، وعلى ربهم يتوكلون. هم دول 70,000، يا ترى احنا منهم ولا لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نبقى منهم. ادعو الله في السر وأنتم موقنون به الجميع. الحمد لله رب العالمين. عايزين عشان نعيش في معية ربنا نتعلم ونعلم ولادنا، واحنا طالعين من البيت نقول ايه، واحنا داخلين نقول ايه، قبل ما ننام نقول ايه، اول ما نصحى من الصبح نقول ايه، اول ما ندخل دورة المية ونطلع نقول ايه. نعلم ولادنا الحاجات دي ونتعلمها احنا، ما فيش مانع. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل رب زدني علما. احنا كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم الى ان ندخل القبور واحنا بنتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا كان يقول إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من قال حين يخرج من بيته، خدوا بالكم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له وقيت وكفيت. شوف اللي بيقولها كلمتين صغيرين، وقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان، هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان.
الشيطان يمسك اخوه الثاني يقول له ايه؟ ما بالك برجل هدي ووقي وكفي فما بال نبي؟ مالناش دعوه بيه. يبقى هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، ربنا هيديك لكل عمل خير وكل طيب. وكفيت كل شر، ما انت طالع في وسط الناس ممكن يصيبك اي شر، ووقيت من اي شر، والشيطان ليس له عليك سبيل. هذه كلمتين صغيرين. اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اظل، او ان اذل او اذل، او ان اظلم او اظلم، او ابغى او يبغى علي، او اطغى او يطغى علي. سبحان الله، كلام صغير بنقوله بس بنطلع في امان ونرجع واحنا برضو في امان. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اتيت الى مضجعك فقل اللهم اني اسلمت لك نفسي، اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة منك اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. هذه الكلمتين اللي هنقولهم قبل ما ننام. اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة منك اليك. لا يعني كلمتين، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. يعني لو أنا قلت الكلمتين دول لو مت، مت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب لو صحيت الصبح، يبقى أنا صاح الصبح وأنا على خير، قدامي خير وقدامي كل حاجة كويسة. هذه كلمتين هنقولهم لولاد، وانت طالع من البيت تقول ايه يا ابني، وانت داخل اكتر من السلام عليكم ما تقولش، مش عاوز منك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد في البيت، ما حدش في البيت هقولها. لو دخلت كل اوضه ولقيت فيها اخويا ولا اختي هقولها له. لو قلتها للعم هقولها. وانا داخل دورة المية اقول ايه، وانا طالع اقول ايه، لما اجي اعمل اي حاجه اقول ايه. كلمه بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح لكل خير. طب هقول لكم حديث صغير بس عشان كل واحد فينا زي بعض، هطول عليكم في الحديث ده بس وخلص. إن من الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومن الناس من كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فطوبى لمن كان بيده مفاتيح الخير، وويل لمن كان بيده مفاتيح الشر. خدوا بالكم، في ناس ربنا اداهم مفاتيح الخير، كل عمل خير تلاقيهم فيهم، كل مصيبة يحلوها، كل بلوى يدخلوا فيها ربنا مداهم مفتاح الخير. وفي ناس ربنا جعلها مفاتيح للشر، مغاليق للخير. يلاقوا الخير داخل على الناس يحشوه، يلاقوا الخير نازل من عند ربنا يقفوا يتصدوا ليه، يلاقوا واحد بيطيع ربنا يقفوا ضده، يلاقوا عيل بيقرا قران انت بتقرا ليه وبتعمل ليه، ما يخيخ ما فيش حفظ. مغاليق للشر، مفاتيح للخير، مفاتيح يعني خلاص دول هم اللي بيفتح للخير ده ربنا بيديله. التاني مفتاح للشر والعياذ بالله. يبقى مغاليق للشر مفاتيح للخير، احنا عايزين نبقى كده، عايزين كل شر نشوفه نغلق الابواب دي او اول باول. لكن التاني اللي بيفتح ابواب الشر على الناس، النبي عليه الصلاه والسلام قال في الاولاني فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. شجر الطوبى في الجنه دي يسعى اليها الراكب 500 سنه ما يقدرش يخلصها، والنعيم المقيم اللي فيها واللي تحتها واللي هنا واللي هنا. وويل لمن كان الشر على يديه، أو وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. اوعى نكون احنا مفاتيح للشر، اوعى تكون مفتاح للشر، خليك مفتاح للخير على طول.
اي شر تلاقيه اقفل ابوابه اول باول. انت مش عارف عمرك انت دي لحظه، ممكن لحظه بس يطلع نفس ما يدخلش تاني، وتبقى قاعد بصحتك وعافيتك وما شاء الله، لكن لحظه ما تلاقيش روحك. يبقى كل واحد يخليه مفتاح للخير عشان يعيش في معيه ربنا وتحت كنف ربنا، يبقى مفاتيح للخير مغاليق للشر. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا في معيتك إلى يوم القيامة. اللهم أكرم أبنائنا وبناتنا واجعلهم في معيتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تجرى على يديهم مفاتيح الخير يا رب العالمين، وتغلق على أيديهم مفاتيح الشر يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا وليلنا وأرضنا وسمائنا وشعبنا، وحافظ علينا إلى يوم الدين. وصلي اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله، واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله أكبر.